السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، النهاردة هنتكلم عن رؤية الكوب الزجاجي. من الرؤى المهمة والكثيرة التي يراها الناس رؤية الكوب الزجاجي أو الأكواب الزجاجية. بالنسبة للبنت العزباء، لو شافت الكوب الزجاجي وهو ممتلئ أو أكواب زجاجية وهي ممتلئة، هذه الرؤية تدل لها على الأمان، وتدل لها على تحقيق أمنية غالية هي تتمناها إن شاء الله. قال بعض المفسرين أن رؤية الكوب الزجاجي وهو مليء بالنسبة للبنت العزباء تدل على خطوبة أو زواج. أما بالنسبة للمرأة المتزوجة، رؤية الأكواب الزجاجية الممتلئة حمل لها، والفارغة تدل على نقص مالها. انتبهوا، المرأة المتزوجة حينما ترى أكواب زجاجية ممتلئة تدل لها على الحمل، ورؤيتها لأكواب زجاجية فارغة تدل على نقص المال. وقيل لو أنها مثلا ممتلئة بالعصير فهي رزق ومال قادم إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. قال بعض المفسرين في رؤية الأكواب الزجاجية الممتلئة بالعصير للمرأة المتزوجة، هذه الرؤية تدل على الأمن من بعض المخاوف التي تقلقها وقت رؤيتها لهذه الرؤية. المرأة الحامل رؤية الكوب الزجاجي وهو مليء بالخمر، هذه الرؤية تدل على أن المولود ستكون أنثى، والممتلئة الأكواب الزجاجية يعني ممتلئة بماء أو بعصير، هذه الرؤية تدل على أن الجنين سيكون ذكرا إن شاء الله تبارك وتعالى. بالنسبة للرجل المتزوج، رؤية الكوب الزجاجي وامتلاكه تدل على الخير والمال من الحلال الطيب. رؤية الأكواب الزجاجية مكسورة أو غير نظيفة للكل، هذه الرؤية تدل على المتاعب والمشاكل التي سيقع فيها الرائي في المستقبل، ومع شديد الأسف. رؤية الرجل المتزوج للأكواب الزجاجية وهي شكلها جميل، وهو في المنام سعيد وفرحان، هذه الرؤية تدل على أن هناك بعض الأشياء الصعبة في حياته سوف يحققها، وسوف يتخطى هذه الصعاب أو العقبات التي سوف تقابله في هذه المشكلة أو في هذا الأمر الذي يخصه وقت رؤيته لهذه الرؤية. رؤية الأكواب الزجاجية وهي فارغة بالنسبة للرجل المتزوج تدل على اللهو، تدل على عدم التفكير، تدل على عدم النضج، وتدل على الاستهتار في القرارات أو في اتخاذ القرارات في الأمور المهمة في حياته. دي كانت بعض الرؤى الخاصة بالكوب الزجاجي. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.